حياكم الله طلابنا الأعزاء في مقرر العلوم الإدارية 4 للمستوى السادس والمسار الإداري. والمقرر عبارة عن وموضوع المقرر هو ريادة الأعمال. كنا قد تطرقنا في بداية الوحدة الرابعة عن العوامل المؤثرة في نجاح المشروعات الصغيرة، وسنكمل هذا اليوم بإذن الله الدرس الثالث. وقبل أن نتطرق إلى الدرس الثالث دعونا نستذكر ما تطرقنا له في الدروس السابقة لكي نربط هذا الدرس الجديد بدروس السابقة. قد تحدثنا عن الصفات الواجب توافرها في صاحب المشروع ومكونات المشروع الصغير واختيار موقع المشروع وأهميته، سنتطرق بالتفصيل هذا اليوم بإذن الله. قلنا أن صاحب المشروع يجب أن يكون لديه الابتكار والقيادة والمسؤولية والتحدي والإصرار والتبصر، وفصلنا فيها جميعا وقلنا أن الابتكار هي صفة أساسية في صاحب المشروع والتي يقوم عليه المشروع منذ البداية، لا بد أن يكون صاحبه مبتكرا ويتصف بالقيادة وأن يكون مسؤول يتحمل المسؤوليات وأن يكون قادر على تحمل إدارة فريق وحل مشكلاته. أيضا يجب أن يكون لديه التحدي والإصرار، وقلنا أن المشاريع الصغيرة تواجهها العديد من العقبات، لذلك يجب أن يكون منفذ المشروع أو صاحب المشروع يتصف بالتحدي والإصرار لكي يواصل عمله وينجح مشروعه بإذن الله. التبصر، وقلنا أن لديه رؤية على المستقبل، استشراف المستقبل وتوقع ما سيحدث سواء الأحداث الداخلية للمشروع أو الخارجية والتي أو في داخل المنطقة أو خارجها مما يؤثر على مشروعه سلبا أو إيجابا. وتحدثنا أيضا عن عوامل نجاح المشروعات، وقلنا أن العامل الأول هو التخطيط، فالتخطيط هو الذي يقود المشروعات، التخطيط السليم طبعا يقود المشروعات إلى النجاح. أيضا توفر رأس المال، القدرة على الصرف، هذا يساعد المشروع على النجاح. الكفاءة والفاعلية وفاعلية الإدارة، الإدارة تكون ذات كفاءة عالية وفاعلية وتدريب وتطوير مستمر للعاملين، وصاحب المشروع يكون لديه قدرة على تطوير نفسه وتطوير مشروعه. في الوحدة أو في الدرس الثاني تطرقنا إلى مكونات و تحدثنا عن رأس المال والموارد المادية والموارد البشرية والموقع والإدارة والتكنولوجيا، فصلنا فيها نطرق لها سريعا. رأس المال وقلنا أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، ثابت ومتحرك وتأسيس. وأيضا تحدثنا عن الموارد المادية وقلنا أنها هي الآلات والمعدات وكل ما يلزم لعملية التصنيع. وأيضا المواد الخام تعتبر الموارد المادية. ثالثا الموارد البشرية، وتحدثنا وقلنا أن الموارد البشرية العمالة يجب على صاحب المشروع أن يختار الموظفين الأكفاء والعمالة الفنية الماهرة، وإذا كان يحتاج الماهرة أو متوسطة، إذا كان يحتاج المتوسطة وكذلك غير الماهرة. بعض العمالة تتطلب عمالة محترفة وبعض العمالة تتطلب عمالة مهارة متوسطة أو مهارة بسيطة. الموقع، وتحدثنا وقلنا أن في عملية البيع أو في عملية رياء المشاريع الموقع ثم الموقع ثم الموقع هو ما يهم المشروع وما ينجحه. التقنية، وقلنا يجب أن يختار التقنية التي تساعده لتقديم خدماته وتطويرها، والتقنية الآن ساهمت بشكل كبير في استمرارية الكثير من المشاريع وتقليل المصاريف في المشاريع الصغيرة. الإدارة، وقلنا أن الإدارة يجب أن تكون إدارة ذات قدرة وذات كفاءة، وهي من العوامل التي تؤثر في تؤثر في عملية نجاح المشروع، ويجب على الإدارة أن تكون قادرة على حل المشكلات التي تواجه المشروع. اختيار موقع المشروع، الموقع المشروع له أهمية قصوى، فقد يفشل المشروع أو كثير من المشاريع الصغيرة فشلت بسبب موقعها الذي لا يناسب هذا المشروع. اختيار الموقع له معايير وله أمور يجب أن يراعيها صاحب المشروع، من أهمها أولا اختيار المكان المناسب. اختيار المكان المناسب، طبعا المكان الأنسب أو المناسب يجب أن يكون يراعي جميع الأمور. أولا التكلفة الاقتصادية، يجب أن يراعي قدرته على الدفع لإيجار أو شرائه، الأنظمة والقوانين،
هل الأنظمة تساعدني في استمرارية مشروعي أو وجود عوائق أو وجود أنظمة صارمة لا تناسب هذا مشروعي أو ستعيقني؟ لذلك يجب أن يفكر صاحب المشروع، طبعاً اختيار المشروع من عملية التخطيط قبل أن يبدأ المشروع، فيجب أن يخطط بشكل صحيح، هل الأنظمة مساعدة له أم تحتاج إلى تغيير، أم هل من المناسب البدء الآن أم بدء لاحقاً؟ القرب من الأسواق والعملاء مرتقبين، بعض المشاريع تحتاج أن تكون قريب من عملائك، قريب لهم في أماكنهم، وبعض المحلات أو بعض المشاريع تحتاج إلى أن تكون في أطراف المدينة، لا مانع من ذلك. أيضاً المساحة المناسبة، قد تأخذ موقع صغير لا يناسب مشروعك، لذلك يجب أن تفكر في الوقت الحالي وتفكر في الوقت المستقبل، هل كيف أتوسع وهل من الممكن أن نتوسع مستقبلاً إذا نجح المشروع. أيضاً كذلك توفر الخدمات اللازمة مثل شبكات الاتصالات والمياه والكهرباء والمرافق العامة، وقد تحدثنا وقلنا أن الآن التقنية أصبحت جزء كبير من نجاح المشروعات الصغيرة، لذلك يجب عليه راعي شبكات الاتصال هل هي متوفرة، الماء والكهرباء والمرافق من الأشياء الأساسية يجب أن يخطط لها صاحب المشروع قبل أن يبدأ في مشروعه. ثانياً سهولة الحصول على المواد الأولية اللازمة، طبعاً المشروع يحتاج مواد أولية باستمرار، لذلك تحتاج أن تختار أو يحتاج صاحب المشروع أن يختار الموقع السهل لوصول المواد الأولية اللازمة أو بحسب تكلفة الشحن والتوصيل. طبعاً إذا كان المواد الأولية بعيدة فهذا يتطلب دفع مبالغ أعلى، فحينما يكون هنالك منافسين بالقرب من المواد الأولية سيبيعون منتجهم بأقل من أسعارك، مما يولد عزوف لدى العملاء عنك ثم يخسر مشروعك. لذلك من هذا المثال نتطرق إلى هذا المثال، في هذا المثال يقول أن موقع ورش الألمنيوم بجوار محلات الجملة التي تزود الورشة بما تحتاجه بسرعة وسهولة، حينما يكون المواد الأولية قريبة منك ستوفر لديك بسهولة وسرعة، حينما تكون بعيدة ستحتاج إلى وقت طويل لتلبيتها أو تكلفة عالية. طبعا كما يقول الإثراء يمكنك من الحصول على خدمة سريعة إذا كان المورد قريب منك، ويوفر عليك أيضا تكاليف تخزين كمية كبيرة، حينما تكون المسافة بعيدة قد تحتاج إلى تخزين البضاعة، فمما يولد لديك تكلفة إضافية المخزون أو تلف المخزون، لكن حينما تكون قريبة لديك سيوفر عليك الكثير. ثالثا توفر الأيدي العاملة المختصة، قد يكون مشروعك في موقعه ناجح ولكن الأيدي العاملة غير متوفرة، طبعا يجب على صاحب المشروع أن يتأكد من توفر الأيدي العاملة التي يحتاج إليها المشروع مختلف أنواعه من موظفين وعمال. سنشاهد في هذه الصورة أعمال مصانع التمور تحتاج إلى أعمالة مدربة ماهرة للقيام، أو سيفشل مشروعك أو سيتعرض للفشل بسبب عدم وجود عمالة، والمشروع صغير لذلك أي أعباء أو أي أزمة أو أي مشكلة قد تسبب في فشل هذا المشروع. رابعا القرب والبعد من المنافسين، هنا يجب أن نتوقف قليلا، فأحيانا يكون القرب مناسب وأحيانا يكون البعد مناسب، سنتطرق لذلك. الميزة التنافسية بين أنشطة المشاريع المتجانسة أو التكاملية دعمها اختيار مواقع المشاريع، فقد يكون من الأفضل أو أحيانا اختيار موقع مشروع بجوار مجموعة محلات، نشاهده في عملية المفروشات، نجد أن البائع أو أصحاب المفروشات يحرصون على أن يكونوا بقرب أصحاب المحلات الأخرى، لأن العميل يأتي إلى المفروشات ويريد أن يشاهد أكثر من محل ثم يقرر عملية الشراء، حينما يكون بعيد قد لا يأتي عملاء. نجدها أيضا في محلات الجوالات أو نسميها الاتصالات، أيا كان نجدهم يأتون في مجمع، مما يسهل على المشتري أو العميل الحصول على مراده بشكل أسرع، هنا قد يكون القرب مناسب. ونجد في الحالة الأخرى أن البعد أفضل كمحلات غسيل ملابس أو التموينات والمخابز، أيضا بعض المطاعم تحتاج إلى أن تكون بعيدة لكي تكسب من العملاء.
أحيانا حينما يكون لديك أربع أو خمس مغاسل بجوار بعض هذا يسبب لديك من الممكن قلة في المبيعات، لذلك قد نواجه مشاكل. فقرب أو البعد من منافسين هذا يعتمد على مشروعك ويعتمد على هدف البائع أو هدف صاحب المشروع من مشروعه، لذلك يجب أن يراعي صاحب المشروع هذا أو هذه النقطة. خامساً التوافق مع ثقافة المجتمع. التوافق مع ثقافة المجتمع من العوامل المؤثرة وبشكل كبير على نجاح مشروعك، بمعنى حينما تبيع ملحمة لحوم بقار في مجتمع لا يفضل لحوم البقار، يفضل لحوم الأغنام أو الإبل أيا كان، هنا مخالف لهذا الذوق أو مخالف لهذه الرغبة لدى المجتمع، مما يولد لديه كساد أو يولد لديه ضعف في المبيعات مما يتسبب في إغلاقه. والأمثلة كثيرة، نفترض مثلا أن تبيع لبس مثلا لأي دولة أجنبية في السعودية بشكل كبير، قد لا تحصل أو بشكل كبير لا تحصل على زبائن دائمين، والسبب أن هذا اللبس لا يناسب العادات والتقاليد، قد نحتاج لبعض المحلات في المنطقة ولكن ليس بشكل كبير. أيضا بعض العادات والتقاليد من ناحية تصميم الديكور والموقع يجب أن يراعي جميع هذه الأذواق من ثقافة المجتمع. وفي الواقع أمثلة كثيرة لمشاريع خالفت الذوق أو ثقافة المجتمع، مما تسبب عزوف لدى العملاء والمشترين، مما تسبب بخسائرهم وإغلاق محلاتهم. سادساً سهولة الوصول إلى الموقع. وتحدثنا وقلنا في علم المشاريع أو في علم المشروعات الصغيرة أو علم البيع والشراء، الموقع ثم الموقع ثم الموقع أو الموقع الموقع الموقع، وهذا دليل على أهمية الموقع. الموقع له دور كبير. حينما يكون مشروعك في شارع رئيسي والوصول العملاء يصلون إلى مشروعك بسهولة، هذا سيجذب إليك عملاء بشكل أكبر. لكن حينما يكون موقعك غير واضح للعملاء أو في شارع مظلم أو أيا كان، فقد يولد خسارة أو قد يسبب خسارة لديك بسبب عدم قدرة العملاء أو الزبائن على الوصول. أيضا كذلك توفر المواقف المناسبة للسيارة. في حياتنا اليومية قد نفضل مشروع أو مطعم ما أو محل ما، ونأتي إليه ثم نجده مزدحم في السيارات ولا يوجد موقع. تجدك بسبب هذه الزحمة مع الوقت من الممكن ستذهب إلى عميل آخر أو مشروع آخر بسبب الموقع والشعور المسبق لديك أنه لا يوجد مواقف السيارات ثم أو غير موفر سلالم أو مصاعد، مما يسبب صعوبة بالوصول إليه. لذلك قد يكون المشروع في دور مرتفع يحتاج إلى مصاعد ولا يوفر مصاعد، قد يعزف العملاء بسبب هذا أو هذه النقطة. طبعا اذا كان العميل هذا الاثراء يقول اذا كان العميل يتم توزيع منتج او خدمه مباشره عميل، فيجب ان يختار مكان بارز. وهذا يعتمد على ايضا قدره صاحب المشروع. قد يكون المكان بارز مكلف لديه، فيجب ان يوازن صاحب المشروع بين جميع هذه الامور، كيف يوفر المكان الانسب من ناحيه التكلفه وايضا كيف يوفر الموقع السهل للعملاء. لذلك يجب عليه ان يصل الى معادله تساعده في الحصول على عملاء مرتقبين. دعونا نأخذ هذا النشاط في الدرس في صفحة 94. نترككم دقيقة أو دقيقتين تفكروا بهذا النشاط ثم نجيب على هذا النشاط. من خلال دراستك الاعتبارات الواجب مراعاتها للمعتبرات السابقة الست عند اختيار موقع المشروع الصغير، أعطي مثالا من عندك على كل اعتبار من اعتبارات الآتي. أولاً التكلفة الاقتصادية لشراء أو استئجار المكان. ثانياً الأنظمة والقوانين المحلية. ثالثاً تكلفة الشحن والتوصيل للموارد الأولية. رابعاً الميزة التنافسية بأنشطة متجانسة المشاريع. التوافق مع قيم وعادات المجتمع. وأخيراً سهولة الوصول إلى موقع المشروع.
طبعا هذه الاعتبارات التي تطرقنا لها وصولا إلى السادس، نتمنى منكم التركيز في هذا لمدة دقيقتين ثم نعود نجيب هذا النشاط. سنجيب على هذا النشاط. التكلفة الاقتصادية لشراء أو استئجار مكان، قد يكون المثال شبكات الاتصال، شبكات الاتصالات أو الكهرباء أو المياه والكهرباء. وغيرها، بمعنى أن قد لا يتوفر لديهم أو الموقع لا يتوفر لديه شبكة اتصالات، مما يسبب لديك خسارة أو زيادة في التكاليف، قد تتطلب لتمديد أو انتظار أو خسارة المشروع لوقت من الزمن بسبب توفير المياه والكهرباء. ثانياً الأنظمة والقوانين، ونقصد بها الأنظمة التي في الموقع أو في الدولة أو في المنطقة أو صاحب أو الأنظمة نفس العقد نفسه وصاحب المنشأة المستأجرة أو المبنى المستأجر. لذلك يجب أن يكون هذه كما تحدثنا سابقا أنظمة مساعدة لك في الاستمرارية وإعطاء المزيد. لذلك قد تعطي بعض المناطق إعفاء ضرائب، قد نجد بعض المشاريع تعفى بنسبة معينة من الضرائب لذلك لمساعدتها. قد نجد في السعودية مثلا الدولة تعفي بعض المشاريع الصغيرة أو بعض القطاعات مشاريع الصغيرة من الضرائب لمساعدتهم في الاستمرارية ومساعدتهم على النهوض، ومن ثم يصبح كبير ثم يحصل منه هذه الضرائب. في المثال الثالث تكلفة الشحن، طبعا كما تحدثنا سابقا مثلا موقع مثلا محلات أو ورش الألمنيوم، وقلنا حينما يكون قريب من المواد الأولية هذا يساعده في تقليل تكلفة الشحن والتوصيل. الميزة التنافسية بين الأنشطة المتجانسة، وتحدثنا وقلنا يحرص مثلا مفروشات أصحاب المفروشات على قرب، يحرص أصحاب مفروشات على قرب، معليش نعيد هذه الكتابة، يحرص أصحاب المفروشات على قرب المنافسين. هنا المنافسين يساعدونك على كسب، هذه ميزة جميلة، المنافس يساعدك على الحصول على العملاء، حيث أن العميل يأتي للمحل الأول ثم الثاني، وغالبا ما العملاء يدخلون أكثر من محل ثم يقررون عملية الشراء، هذا يساعد صاحب المشروع على كسب زبائن جدد. أيضا في المثال الأخير قلنا التوافق مع قيم، وتحدثنا عن مثلا لحوم الأبقار في مجتمع يفضل أو يفضل الأغنام، لحوم الأغنام في مجتمع يفضل لحوم هذا المثال يساعدنا في فهم عملية عدد التقليد. لحوم الأبقار في مجتمع يفضل لحوم الأغنام، هذا يسبب لديه إيش؟ كساد وفي المبيعات. إذن يجب عليك أن تبيع لحوم الأغنام بشكل أكبر وأن لا تفكر في الأبقار بشكل كبير، وذلك للعدد التقليد. سهولة الوصول إلى الموقع، وقلنا وجوده في موقع رئيسي مثلا، وجوده في شارع رئيسي، قلنا توفر مواقف للسيارات، هذه الأمور كلها تساعد العميل
أو تضيف للمشروع ميزة وهو سهولة الوصول إلى الموقع، مما يساعد صاحب المشروع على استمرارية ورضا العملاء. دعونا أيضا نستذكر هذا النشاط أو هذا التقويم، سيساعدنا في استذكار جميع الوحدة بشكل سريع. السؤال الأول: اكتب مقال. طبعا دعونا المقال في الفقرة باء: اقترح الموقع المناسب لكل نشاط من الأنشطة التالية. أولا: محل لبيع قطع غيار السيارات، فأين سيكون؟ بالطبع بجوار ورش السيارات. إذا كان بعيد هذا سيولد لديه ضعف المبيعات أو انعدام المبيعات. مكتب للخدمات النسخ والتصوير أين سيكون؟ سيكون في القرب من مكتبة، جامعة، بقول مدرسة، جامعة، هذا كله يساعده في بالقرب مثلا من مدرسة، جامعة، وهكذا. حضانة أطفال يفضل أن يكون مثلا موقع مناسب مثلا بقرب مثلا من جهة عمل، أو مثلا في دور الأول أو الأرضي، بالدور الأرضي، وذلك طبعا للأمان على الأطفال، يكون بقرب جهة عمل. معمل تصوير نساء قد يكون الموقع المناسب مثلا مجمع نسائي، يكون له مدخل خاص، وهكذا. يجب أن يفصل صاحب المشروع قبل أن يبدأ نشاطه وما هو المناسب، يعتمد على العادات والتقاليد والمنافسين وهكذا. السؤال الثاني: ضع صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة إكس أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. مفتاح المشروع الناجح هو تمتع صاحب المشروع بالمهارة والقدرة. تحدثنا وقلنا يجب أن يبتكر، ويجب أن لديه قدرة على قيادة المشروع، إذن الإجابة تكون فعلا صحيحة. تحتاج بعض المشروعات أن يختار موقعها وفقا لسهولة وصول المواد، كما تحدثنا سابقا في مصنع الألمنيوم والسيارات وهكذا، يجب أن يكون بالقرب. لو افترضنا محل مشروعك في ورشة سيارات والمحل بعيد، هاي الطلب عليك لديك تكلفة إضافية، لذلك يجب مشروعك قريب من المحلات السيارات أو ورش السيارات أو قطع غير السيارات. مصروفات التأسيس لا تشمل مصروفات دراسة الجدوى واستخراج التصاريح أو التراخيص. ما رأيكم؟ إذن الإجابة خاطئة، واستخراج التراخيص والتصاريح والأشياء والرسوم في بداية المشروع كلها من عمليات التأسيس. رسوم المال أو رأس المال الثابت هو الجزء من رأس المال الذي يدفع مقابل قوة العاملة أو القوة العاملة للموظفين على شكل رواتب أو أجور. هذا ثابت أو متغير؟ هذا ليس بثابت، إنما هو رأس المال المتغير، إذا الإجابة تكون خاطئة. التخطيط السليم من أهم العوامل المؤثرة في نجاح، كما تحدثنا سابقا التخطيط هو عنصر أو أساسي في عملية نجاح المشروعات. التوافق مع ثقافة المجتمع لا يعد من اعتبارات، وهذا الكلام غير صحيح، وكما تحدثنا سابقا يجب أن يكون يتوافق المجتمع. تحديد موقع المشروع المناسب لابد أن يتم وفق دراسة وافية قبل اتخاذ القرار. فعلا هذا معنى التخطيط، فالموقع ثم الموقع ثم الموقع. الإدارة المالية هي القسم المسؤول عن تشغيل الأمثل للمشروع. فقط الإدارة المالية، أم الإدارة المالية مسؤولة عن القسم المالي والموارد والمصروفات؟ وبالنسبة للمشروع تشغيل الأمثل، هذه المهمة مهمة جميع الأقسام في المشروع. السؤال الأخير لدينا: الابتكار. طبعا نضع الرقم الصحيح أمام العبارة الصحيحة. الابتكار هل هو مكمل مشروع
هل هو الأسلوب التقني؟ هل هو عمل نجاح المشروع؟ أم أحد اعتبارات؟ أم المال الذي يدفع مقابل قوة العمل؟ أم القوة العاملة اللازمة؟ أم تتمثل في الآلات والمعدات والتجهيزات؟ إذن يناسب أو في الأخيرة مواصفات صاحب المشروع، وهي الإجابة الصحيحة. التدريب والتطوير المستمر طبعاً كما تحدثنا هو من مكونات أو من الأسلوب أو من عوامل النجاح أو أحد الاعتبارات التي يجب مراعاتها أو المال الذي يدفع مقابل قوة مقابل قوة العمل أو القوة العاملة، والقوة العاملة أو أن العبارة القوة العاملة اللازمة لشغل المشروع أو تتمثل في الآلات والمعدات. إذن عشان تستمر لابد أن تكون لديك تطوير. العبارة الثالثة اختيار المكان الأنسب، طبعا تعتبر من مكونات كما تحدثنا سابقا، هم مكونات المشروع الصغير. الموارد المادية تتمثل في الآلات والمعدات. الموارد البشرية وقلنا هي القوة العاملة للمشروع. المنافسون يجب أن تراعيهم أثناء اختيار الموقع، كما تحدثنا بعض المشاريع يناسبها المنافس قريب بعضها بعيد. السابعة رأس المال المتحرك، هو الذي يدفع مقابل قوة العمل أو الأجور. وأخيرا التكنولوجيا، هي الأسلوب التقني في تقديم المنتجات. هنا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم. نتمنى منكم طلابي الأعزاء أن تعودوا الكرة بالرجوع إلى الدرس مرة أخرى والرجوع إلى التسجيل، ومن ثم الإجابة على النشاط التالي الذي سنتطرق له في الدرس القادم بإذن الله. ستفكر في هذه المصطلحات وتختار الإجابة الصحيحة، وسنعود بالإجابة لها بإذن الله. نراكم في الدرس القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.